السلام عليكم. الله يكشف الضر عن أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نحمد الله ونشكره. الحمد لله على كل شيء. الله يرحمه. فضل حضرتك يا شيخنا، أنا أمي توفت يوم الجمعة بعد الصلاة. الله يرحمه. اللهم آمين. ودفنتها يوم السبت صباحا. الله يجرك ويرحمها وأمها ويجر أمها رحمة واسعة. هل في تأخير؟ اللهم آمين يا رب العالمين يا رب. هل في موضوع تأخير الدفن كده في شيء؟ لا، إذا كان هناك حاجة دعت إلى ذلك لا بأس. النبي عليه السلام مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء ليلا. هو عشان أكون صريح معاك، ما كانش في حاجة تعتبر استبيان، غير إني أنا كنت عايز أقضي معها أطول وقت ممكن أشوفها قدام عينيا قبل ما أدفنها. لا ماشي. يلا هذا خطأ، لكن يلا الحمد لله. الحمد لله.